كل التحيات لكم واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مشاكل وحلول. الموضوع يلي رح نحكي عنه اليوم هو طبعا قيد المتابعه والاهتمام، ولكن البعض بيقول انه ممكن نستعجل واقع الحلول قبل هطول الامطار. من امبارح بالليل المطر هطل، يعني هطول الامطار بتمنى معه ان تهطل النيات الخيره على ضمائر ووعي كل المسؤولين وكل المعنيين لحتى نتوصل الى حل عاجل وسريع لموضوع النفايات في لبنان. مع ضيوفنا لليوم رح نسعى قدر المستطاع نكون صادقين مثل ما نحن ونكون موثقين لكل المراحل يلي نحن واكبناهم فيها. ضيفنا لليوم من خلال كل المواقع يلي حاول قدر المستطاع انه يكون هو فيها بيسعى لحتى يكون جدا متواضع، بحب نعرف عنه باسمه فقط، المهندس رياض الأسعد. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا، تسلم. وأيضا من خلال المواكبة والمتابعة وهمة المواكبة الميدانية إنجاز التعبير، ضيفنا هو خبير مستشار وناشط بيئي. بنحتار بإطار المتابعة معه والمواكبة كيف ممكن نتوصل لحتى نقول يا ريت كل شيء بيقوله أو بنقراه وبنسمعه وعم يحكي ممكن أنه يصير، بنكون اختصرنا مشاكل كثيرة. كمان ضيفنا دكتور ناجي قديح لأول مرة معنا بمشاكل وحلول، أهلا وسهلا فيك. لتاني مرة. تاني مرة؟ تاني مرة. من خلال أي قبل مرة وين التقينا؟ معك. بأي موضوع كان؟ بموضوع النفايات. نفايات، يعني ما رح نخلص منها. لا، مبين. يعني في مشاكل بس مبين إنه ما رح نخلص منها. يمكن ما شاء الله، يعني قد ما عم نحكي سنة على على واقع النفايات والمتابعة. مشاكل موجودة بس الحلول ما بدهم يفتش عليها، ما بدهم يشوفوها. استاذ رياض رح نبدا من عندك اذا بدك تسمح لي. اليوم نحن وقت اللي بنقول انه ملف النفايات يقترب من الحسم بهذه المرحله، وبنسمع اليوم اجتماعات واجتماعات واجتماعات، واليوم انت من المعنيين مباشره بهذا الملف، وين بتشوف نحن قربنا فعلا؟ اولا انا معني كمواطن، كمراقب تقني، كمهندس. نعم. مش اكثر من ذلك. انا نظري الحسم، لا ما في حسم، لانه الارضيه اللي بتحسم عليها ارضيه غير تقنيه، ولذلك اي شيء على اعتبارات سياسيه مذهبيه مناطقيه غير بيئيا مش محسوم. ثانيا الموضوع الان كان الاقتراح انه نعمل مكبات بديله بالخطه ونشيل السبعه ايام الزباله ببيروت وبعدين نشوف بالحل المستدام. هذا اللي بلش. أنا نظري لازم تشيل الزبالة كيف ما كان. سبعة أيام؟ سبعة أيام بيوم، بيومين شيل الزبالة. نقدر بسبعة أيام؟ بيقدروا. الطاقة اللوجستية عند المقاولين أو عند اللي يخطط له إنه يشيل الزبالة بيقدر يعملها. المشكلة إنه لوين بدها تروح الزبالة وشو التقنية بدك تخلص منها الزبالة. في حدا مخططين له نحن إنه؟ كله مخطط له، إذا بتفكر غير هيك مو غلطان، مثل ما خططوا لسوكلين ضلها 17 سنة. نعم. ورجعوا سوكلين، مخطط له إنه تضلها سوكلين، وهلأ بيبي سوكلين وأخت سوكلين وخي سوكلين. فهذول الشركات موجودة وهي نفسها اللي كانت بصيدا وهي نفسها اللي ببيروت، هلأ راحت أسرار. ما تنسى إنه في اعتبارات سياسية، اعتبارات مالية، هي تتحكم بالقرار والتقنيات اللي مش معايير بيئية عالمية نحن مفتش عليها اليوم. إصرار. أنا كنت عم بسأل الدكتور ناجي قبل شوي. نعم. زارو. أنا نظري منطقة بعيدة، ما بعرف التركيبة الجيولوجية لهونيكي، ما بعرف. نعم. شو عم بيعملوا بالمكب. نحن ما لازم نخاف من المكبات. المكبات. نعم. إذا تدرسها تقنيا وعندنا إشراف هندسي حقيقي ما بيخوف. بس أنا نظري بلبنان هذه الأمور هذه مش لإلنا، بلبنان كله علامات استفهام، وعلامات استفهام واضحة. لأنه صار في فشل بيقولوا ببرج حامود بكل شيء. نحن. نعم. ما عندنا خطة لمعالجة. نعم. النفايات الصلبة، ولا عندنا أي تصور ولا أي عينية. بس أنا بقول إصرار منطقة مشكلتها مش مشكلة جيولوجيتها أو قربها من الناس، هي مشكلتها اللوجستيك تبعها. حلو. إذا بدك تروح وتجي على إصرار كل يوم 90 كاميون، أو بدك تطلع تنزع ظهر البيدر إلى سلسلة لبنان الشرقية. هلا في موقع جديد. أو لجوا بدك تفوت على الزبداني ما بعرف لوين. القصة بتصير صعبة جدا، فالقصة لوجستيكية كمان. وبعدين أهم شيء أنا مثل ما قلت إمبارح أو أول إمبارح، القصة قصة كلفة. شو الكلفة؟ فجأة بطلنا نحكي ب 150 دولار أو شركات طلعت روايحة. نعم. أو سوكلين اللي بتسرق أو أكلاف غالية وأكلاف. نعم. رخيصة أو كلفات هي. سكتنا. نحن نعرف أنه في كلفة صيدة عم بياخدوا 93 دولار على الطن. ما بعرف شو تكلفنا نحن الطن بمعالجة، ما بعرف النقل بإصرار أو بمناطق. فإذا في كلفة مش مطلوب نعرفها، وهذا جزء من تركيب النظام السياسي. رح نحكي عن يوصلك على. نعم. على الخط على على
نعم. شفير الهاوي يقول لك تفضل يا هيك يا هيك. رح نحكي عن الكلفة لأنه أنا من خلال المتابعة عبر الفيسبوك عندك وكل مقالاتك اللي كنت عم تابعها يعني شفنا أنت استشرت يعني أهم شركة ألمانية إلى مكتب وحاولت أنك توصل معهم إلى حل عن المناقصات قبل وبعد رح نحكي بس بدي أسأل هلأ دكتور ناجي دكتور يمكن اللي عم يحكي أستاذ رياضي كثير مهم وأنا بهمني أسألك وقت اللي بنقول نحن مطمر وبعيد أو قريب قبل ما نحكي نحن إذا كان صحي والناس بتقبل فيه ولكن التكلفة قديش ممكن ينعمل لها حساب بكل المشروع لنقدر نضاين فيه ونكفي ونستمر قبل هاو كله نعم نحن اليوم في اليوم 83 للكارثة البيئية اللي نتجت عن انهمار مئات آلاف الأطنان من النفايات في عاصمة لبنان وفي مناطق لبنان المختلفة. نعم كيف نتخلص منهم قبل ما أقول يعني كيف هو هالعقل اللي متحكم بالقرار السياسي في البلد متحمل هذا نعم. هذا السكوت هذا عدم التحرك هذا عدم أخذ أي إجراء كيف متحملين عاصمتهم تحت اندفايات ثلاثة أشهر هلا هذا أمر واقع بس كيف نتخلص منه أمر واقع أنا بدي دين قبل ما بلش أحكي بدي دين هذا الأمر نعم. الواقع بدي حمل المسؤولية للسلطة السياسية الممثلة في الحكومة والوزارات والوزراء المعنيين على ما يشهد لبنان من كارثه صار 83 يوم طب ليش بنحمل السلطه السياسيه وبنحمل الحراك الشعبي اللي كان ساكت وفزع الحراك الشعبي هو ردة فعل على هذه الجريمه كان لازم يحكم من زمان كان لازم يحكم من زمان هو ردة فعل لا نحن عم نحكي نحن صرنا 25 سنه عم نحكي نحن البيئيين في لبنان صرنا صرلي 25 سنه في هذا البلد سمع فجاه يعني لا ابدا صرنا 25 سنه عم نحكي أوكي. صوتنا واصل للناس وعاملين مئات اللقاءات مع الناس في كل مناطق لبنان حملنا السلطة السياسية أو مين ما بدك المسؤولية ولكن موضوع النقل رقم اثنين خلينا نقول أنه بعد هذه الكارثة المطلوب من العقل السليم نعم يعني يدير البلد أوكي. أو المفترض أنه يدير البلد أنه يطلع إلى خيارات سليمة بيئيا للتعامل مع النفايات نعم ويضع خطة سياسية خطة استراتيجية بيئية للتعامل مع النفايات أوكي. نحن بنشوف أنه الاستمرار في الدوران في حلقة التمر هو استمرار للسياسات السابقة التي أوصلت لبنان إلى الكارثة البيئية اللي إحنا عم نشهدها اليوم بس استاذ رياض يقول إنه المطمر إذا كان معمول كويس ما في خطر قبل ما أوصل قيم إذا هذا المطمر نعم. عم ينعمل صح ولا غلط أوكي. إذا موقعه عم يتم اختياره نعم. صح ولا غلط أوكي. أنا من حيث المبدأ أقول إنه ليس التمر هو الخيار السليم بيئيا لمعالجة النفايات في لبنان نعم. وهناك خيارات أخرى أيوة. هناك خيارات عقلانية علمية حديثة اليوم أوكي. بالعالم عاش عم يطلع بالنفايات بأن النفايات مطلوب منا التخلص منها النفايات هي موارد علينا التعامل معها أوكي. باسترجاع القيمة الموجودة فيها وهناك تقنيات بسيطة وغير معقدة وغير مكلفة لإنجاز هذا العمل واسترداد القيمة الموجودة في النفايات بدل ما نوضع عليها مئات ملايين الدولارات لنطبرها هون أو نحرقها هون أو نربيها في شوارع بيروت هون فإذا التعامل السياسي يعني الخيارات الاستراتيجية في التعامل مع النفايات هو المطلوب إعادة النظر فيه بالعمق بس ما جاوبتني يعني بردوش. على المطامر والمكبات والمواقع المختارة رح نقدر نستمر فيها يعني بدنا نختصر واصل نقدر ناخذ كل المحاور واصل لقول نعم. إنه هذه الخطة اللي أعلنوها وصاروا شهر نعم. بيناقشوها واليوم الوزير واللي شالوا كيس زبالة من الشارع نعم. أنا بدي إجراءات عملية شالت ببيروت شالت شوي شالت جزء وحرقوا جزء مش هيك؟ مين اللي حرق؟ ما حدا عم يقول حرقت. أنا الناس حرقت أوكي. إيه بس مين مسؤول؟ مين مسؤول عن هذه المخالفات والإجراءات نعم. الغلط؟ خلينا نقول الخيارات في المواقع لم تخضع للدراسات البيئية المطلوبة ولا المواصفات المطلوبة ولم نعم. تخضع لحكم العقل في اختيار هذه المواقع على بعد أوكي. مئات كيلومترات عن بيروت أو عن المناطق اللبنانية الأخرى لنقل النفايات إليها بمسلسل من الشاحنات الى واضح الى نهر البيلر او الى شمال لبنان هذا العقل اللي عم ينتج هذه الخيارات هو عقل بدي اقول انه عاجز عن اختيار الخيارات السليمه اما هو عنده يعني يخدع هذه الخيارات لحسابات اخرى غير بيئيه وغير سياسيه سليمه ان شاء الله خير استاذ رياض بالكلام يعني عن المواقع والمواقع المختاره يعني اليوم بنقول انه الوزير قال اليوم قرب المصنع يعني في أرض أو في موقع مختار ما راح يقول شو اسمه هلأ ولكن عم ينحكى عن إصرار
البعض بيقول انه هو مكب عشوائي، البعض الاخر بيقول انه نحن ما بدنا. رؤساء البلديات والاتحادات امبارح من وزارة الداخلية اعلنوا نعم انه صاروا فجأة مع هذا الموقع. سؤال بديهي بيطرح نفسه، صاحب المكب بيقول ساعة بدي ساعة البلديات عم بحطوا علي التاكس وخوات بدهم لحدود 70 و80%. يعني انت برأيك سؤال بديهي كمان بيطرح نفسه وعندك انت شفتها، عم تسأل من يملك أرض مجد العنجر وشو علاقة جهاد العرب بمكب إسرار؟ يعني هون ليش عم نخلط كل الأمور ببعضها وعم نسمي الأشياء بأسمائها؟ ما بعرف بكل صراحة. ما بعرف شو العلاقة. أنا نعم. بعرف إنه في علاقة مؤكدة كمقاول مع نعم. بين العرب وإسرار، كمقاول وكشخص هلا بده ينقل، كشخص يعني كان طارح طروحات معينه بالزبالي. ما بعرف هيك عم بتقول انه كله مركب وكله معروف مين راح. ايه واضح. انا سالت سؤال بسيط انه كان في غربال مركب بالنورماندي لما كانوا عم بيعملوا الشركه الامريكيه معالجه ارض النورماندي وصولاً. ونقلوه بعدين بشكل هيك ارتباطي وركبوه بصيدا، تركوه هيك ديكور، ردموا كل صيدا بالبحر، وهلا انفك هذا الغربال وانتقل على اسرار. يعني عندك سيناريو بيكرر حاله، تكمل الى لتركيبه معينه مستمره من هون ومن هون. نعم. بس الاراضي كيف بتنقيها وما له، لازم اول شيء يكون عندك مخطط عام لاستعمال. نعم. الاراضي اوكي، في اطراف معينه، في اراضي ما فيها الا استعمال، ما فيها كثافه سكانيه وما له، تيجي بتقول انه هذه بتكون صناعيه او سياحيه او ما الها. انا معك. في مخطط عام ما تم مناقشته، يا ريت تم مناقشته مثل ما عم بيصير هالمناقشه. هذا المخطط العام بيقول انه هالمناطق هذه فيها مكبات عشوائية لازم نعالجها. مثلا بالجنوب في شيء 400 مكب عشوائي، تقريبا نص مكبات لبنان هني موجودة بالجنوب لهلا. ايه هلا وعم تزيد اكثر، او لانه ما في خطة حقيقية كيف معالجة بالجنوب. لا. وبالاطراف دائما في مكبات عشوائية اكثر من 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 بيروت وجبل لبنان الجنوبي او الشمالي. حقيقة موضوع التمر هو نحطينا فيه هلا نحن قدام امر واقع، مثل ما قال وزير الشهيب وانا اتصلت فيه وعاتبته، انه ما معقول نقول نحن انه يا ترحيل يا طمر، لا في خيارات ثانيه، وهي الخيارات الثانيه للاسف عم استهلكنا وقت. اي اهين ترحيل اهين؟ اهين؟ مش قصه معلوم اهين اذا انت فيك تريح ما تشوف الزبق. لا مش اوفر، مش ابدا. بعدين خلينا نجي نحكي نحن اذا كل شيء نحن بدنا نرحله وكل شيء بدنا نستورده. نعم. علينا وعلى نفسنا وعلى قيمنا وعلى مكونات الانسيه السلام. نعم. فإذا مواقع اللي تم اختيارها مؤكد إلى علاقة بالتوجيع الطائفي. نعم. أنه نفايات بيروت، هلأ بدي أسأل سؤال أنا. فضل. فيك تجيب أنت نفايات مناطق بالإذن عن هالكلام الطائفي السنية إلى المناطق الشيعية؟ أنا بدي أسأل سؤال بسيط هلأ. لهون بدنا نوصل يعني؟ وصلنا مش لهون بدنا نوصل. نعم. وصلنا. أنا لا أتناول الموضوع من هذه. أنا عم بحكي بالمنطق لأنه هيك انطرح. انطرحت كثير طروحات مذهبيه طائفيه مناطقيه بموضوع النفايات معلوم، ولذلك اذا بدك. نعم. تعالجها من هالناحيه هاي مش من خلال مخطط عام وطني. نعم. وبعدين بتفوت بالتفصيل تبعه بتكون غلطان، وهون دور البلديات وهون دور اتحاد البلديات وهون دور المجتمع الاهلي كلياته. بس بدون تاهيل البلديات يا استاذ رياض. معلوم بدون تاهيل معلوم. نعم. شو توقع منهم؟ لا مال ولا شغلات واراده سياسيه والكف برقبتهم، شو بدك من البلدية؟ شو تتوقع منه؟ بتزفت لك شوي بتروح بتاخد كرت من هون وبتعمل لك حيط من هون مش أكتر، يعني ما بتعطي ما تحمله أكتر من ما هو بيقدر يتحمل. الكف برقبة مين في البلدية؟ هالمواطن. الخطة السليمة بيئيا واللي هي مش مثالية أبدا، مش طبوية، هي قابلة للتحقيق وهي كتير واقعية. أوكي. ما بتدخل في موضوع المناطق ونقل النفايات من منطقه لمنطقه وكان عند السنه لعند الشيعة. كيف نشتغل؟ نحن كبيئيين ننظر للامور بشكل مختلف تماما. مثلا اللي كيف لاوصل الامور الى هذه اللحظه بحيث انه المناطق تثور على بعضها وما تقبل نفايات بعضها، هي السياسات الخاطئه اللي عم تمارسها الحكومه من 20 سنه لهلا. نعم. هذه السياسات الخاطئه اللي احنا عم ننتقدها جذريا. طب انا بدي منها الى بدائل خيارات استراتيجيه بديله. دكتور ناجي بس بدي اسالك، يعني اللي عم تحكي كثير مهم، ولكن انا بس اسمع عندي رايك وحماسك كخبير بيئي. نعم. بسمع انه في وزيرين، يعني الوزير فادي عبود السابق. نعم. والوزير اللي اسمه صعب. نعم. بدهم يجيبوا، البعض بيقول محرقة، البعض بيقول فرن كبير، سميها ما شئت. انا بشكرك على انك اثرت هذا الموضوع. توصل ب 16 شهر عم بيقولوا مدهور شوي. يعني مع احترامي للوزراء، الوزيرين اللي عم يروجوا لهذا الموضوع او عم يسهلوا عم يشجعوا العالم. طب يخلصوا حالهم من النفايات كمان، مع انه الواقع بدي اقول انه اثنيناتهم منهم مرجعيه تقنيه صالحه
لإبداء الرأي بالمحارم. نعم. ولا بتقنية الحرق. اسمعي دي. طبعا لكن شو؟ فرن. لا فرن هي شو الفرن بعد على أنحس يمكن المحرق التقنية عالية التقنية بعد أرحم شوي. نعم. بس هيدا الفرن اللي عم يروجوا له اليوم ويبيعوه. نعم. وعم يعرضوه على البلديات برأيي أنا وكتبت في هذا الموضوع هيدا شغل المشعوذين للاستفادة من الأزمة دائما في ظروف الأزمات بيظهر المشعوذين لعروض العرض الحلول غير التقنية وغير العلمية وغير السليمة بيئيا. نعم. المحرقة هذه المحرقة الصغيرة اللي لا مجهزة بفلتر لا مجهزة بمعالجة غازات لا مجهزة بشيء نهائيا وما حدا عارف أي درجة حرارة. نعم. بدها تقدر تحرق النفايات. أوكي. عليها ستكون مصدر خطير خطير جدا 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 للتلوث وإصدار غازات على درجة عالية من الخطورة على الصحة العامة. بعد اللي أنت عم تقوله بس باختصار إشت المحرقة بعد كم يوم بعد شهر بعد شهرين شو رح تعمله؟ مفروض نحرقها. أنا برأيي المحرقة اللي جاي تلوث الناس وتحول النفايات من نفايات غير خطرة. نعم. إلى نفايات خطرة تطلقها في الهواء الجوي وبيطلع عندها رماد سام بدك ترميه في مكبات ومزابل يعني بعيد نفسه بدك تعمل شيء نعمل غير هيدي جريمة. أنا بدي أرفع. نعم. دعوات. أنا بدعي الناس ترفع دعوات على مين؟ على مين؟ على من يشغل مثل هذه المحارق لأنه هذه تلويث مقصود بحق إلا تفوت وإذا بالقانون بحق إلا تفوت ما إلاش حق تفوت وكيف بدهم يفوتوها بالقانون؟ ما بعرف كيف بدهم يفوتوها لشو في شيء. نعم. عم يصير بالقانون بالبلد بس ولكن خليني أقول لك إنه اليوم نحن في مرحلة ما عاش في شيء يصير تحت الطاولة ما عاش في شيء ممكن يصير بمعزل عن مصلحة الناس استراتيجية مش وصحتهم مش بس اليوم للأجيال القادمة. صح. هذا النوع من المحارق اللي عم يروجوه وعم يعرضوه على البلديات هو مصدر خطير جدا للتلوث لتلويث. نعم. الهواء وتلويث التربة واحتمال تلويث المياه وتعريض صحة المواطنين إلى أعلى المخاطر. هذه نفايات غير خطرة اللي نحن هلأ عم نتعامل. أوكي. معها هي نفايات غير خطرة. أوكي. الحلول لها أبسط بكثير من. نعم. هذه الحلول الطارئة اللي عم يقترحوها المشعوذين في استغلال ظروف الأزمة. خبرنا أستاذ رياض شو بتوافقوا لدكتور ناجي عن اللي قاله بالنسبة للمحارق أو الأفران أو أنا ضد موضوع المحارق بالمطلق ضد. أنا إذا تعمل فرز حقيقي وبتقدر فرز من خفف. المنازل عم نشوفه من لا لا بده يروح يعني مراكز الفرز. نعم. لا بمراكز الفرز نحن الفرز الآلي اليوم. نعم. برضو لا أتعلم لحديثك اليوم أعطونا نموذج. أوكي. سيء جدا وفاشل جدا وعملوا لنا هذا هو اللي ممكن وين؟ شو الوحيد شو اللي هو تجربة سوكلين بالكورال و نعم. والكارانتينا. نعم. عملوا لنا فرز يدوي الفرز. أوكي. اليدوي فاشل اليوم في ألمانيا وفي أوروبا وفي البلاد المتقدمة. أنا معك. في فرز آلي عالي الفعالية وبإمكان أن يؤدي إلى فصل كامل للمواد عن بعض البعض. هذا طرحناه. نعم. نحن اللي بنقوله جبنا معمل طرحنا بالمناقصة طبعاً معمل بيعمل الفرز كله بيعمل مثل عمل صيدا يعني لا هذا صيدا مثل مكنة طبخ طنجرة طبخ بتحط فيها هالغراض مع بعض بتحط لها شوية مجارير وبتطبخهم وبتطلع ما بعرف شو مجارير لا ايه معلوم بيستعملوا المجارير يعني لا نحن عم نجي بنقول في عندك بوست سورتينج بري سورتينج دراينج ما إليه الحكي الحقيقة هو بدك تطلع على الزبالة كقيمة. أوكي. إلى قيمة هاي القيمة فيك تستعملها بتوليد طاقة هاي في قيمة فيك تستعملها بإعادة جدولة مكونات أساسية كبلاستيك وتناكل غاز وكرتون وهي قيمة فيك تستعملها للتصدير فينا نحن نصدر RDF نحن بالعقد تبعنا اللي كنا متفقين مع الشركة الإسبانيولية نحن جاهزين نصدر RDF كل الناس بيعرفوا شو يعني RDF RDF يعني هو زبالة بتصنعها بتقصقصها بتنشفها وبتجعلها قابلة لا فيول اكسدرازي فيول يعني معامل الترابي افران كبيره بيستعملوها معامل الترابي الافران الصناعيه حدا مثل اقوى من غيرها يعني لا هي لا. مثل الورق مثل البلاستيك بتحرقون بس هي معموله بطريقه نرجع لصيدا قلت لي انه مثل يعني لا صيدا معمل انيروبيك دايجستر يعني هو طنجره بريستو ما فيها هواء بتفوت الزباله عليها بفوت المجرير بتاكلها وبترجع بتكب الغسيل الاوتوماتيك للاسف يعني ما بعرف شو عم بتكب وما بعرف شو عم تعمل يعني صيدا بس اليوم يعني مقترحين يعني صيدا يبعثوا لها 200 طن بالنهار ايه وبسعر 93 دولار من عدا النقليه 26 نقل 45 زباله نطلع صرنا ب 180 دولار وراح ترحم على مش سوكلين على ما بعد سوكلين هيدي الارقام
و 35% عوادم بتكبها ب ب بالبحر يا ريت بالبحر ب 35% وقال بده يبقى اقل وعم يعملوا اوردرات ان شاء الله بيرموا في البحر يعملوا سوليدير ثاني اللي مثل ما رد ابو المكب بيرموا البحر 600,000 متر مساحه قريه بيعملوا بكره مولات وبتنبسط الناس بيضحكوا على البلديه بيعطوها حديقه عامه ما بيعطوا شيء للبلديه البلديه بيعطوها هلا في حديقة بتطلع لك الدولاب وتشوف من هون لأنه هني جابوا الزبل وردموه ماشي الحال هذا مش حكي هلا كله شيء كل شيء أخضر هلا وسهلا شو بتطلع دولاب كاوتشوك؟ ايه حديقة بتطلع كاوتشوك وتنك قالوا لك انه عالج مكب صيدا هذه الأرقام اللي عم يذكرها الأستاذ أسعد هذه الأرقام هي التفسير الحقيقي لهذه السياسات اللي ماشيين فيها قديش بكلف اليوم ومصرين عليها طب بس بالإذن بدي أعرف بوقت المناقصات اللي حكى عنها شو بدك؟ وقول لي شو كانت التكلفة اللي الطن خليني أحكي بلا تفاصيل إنه أغلى من بلا كنس نعم أي كلفة حقيقية أي كلفة على مستوى عالمي طن واحد من 50 ل 60 70 دولار هو كلفة حقيقية طب 93 ليش بصيدا عم بياخذوا مثلا؟ صيدا عندها اعتبارات تانية لأنه في أولاً في استثمار بالأراضي في صفقة أوكي. معينة في كلفة التمويل طب اليوم المتعاهد وين بده يعمل المعمل تبعه؟ الأرض مين رح يأمنها هو ولا الدولة؟ لا الدولة لازم تأمن الأرض لأنه نعم. في مخطط عام للإسلام أحسب هلا في عندك ثلاث أراضي ببيروت فيك تعالج فيها الجبل وبيروت ببيروت وين؟ عندك الكرل وبرج حمود العمروشية فيك تعمل معامل حقيقية برج حمود مرفوض نهائياً لا لا موجود هم رافضين البلدين لا لا موجود هلا حقيقي اعمل معامل ما حدا بيرفض موجود الناس عم ترفض عقليه التمر مش الناس مش عم الجبل. ترفض الخيارات غير السليمه اللي عم تنطرح اليوم اذا بتحكي بمركز لاستقبال النفايات وفرزها اليا ومعالجتها الاشياء اللي بتروح للتدوير بندورها طب ليش الناس ما عندهم ثقه يا دكتور ناجي قل لي ليش الناس بخافوا بس تحكي بهذا الموضوع عندهم نيه تبع ما عندهم ثقه مش مني ما عندهم ثقه من السياسات الغلط اللي وصلت للكارثه واللي بعض بس اللي بالسلطه بعضهم مستمرين فيها مش مين ما عنده ثقه نحن اذا بنقول لهم بدنا نعمل مركز للمعالجه نعم. البيئيه السليمه لا راح يطلع عنه نفايات ولا راح يلوث البيئه ولا نعم. راح يهدد صحه الناس أوكي. شو ليش العالم بدها توقف ضده بالعكس بالعكس ارخص من سوكلين اسرع من سوكلين انظف من سوكلين بكتشف انه مش مقبول بدك تكون اغلى من سوكلين مثل سوكلين يكون مقبول لانه في طب هلا نحن وين هلا نحن وين هلا نحن عم نعمل سوكلين ثاني خي شوه عقل الناس عم نعمل سوكلين ثاني سوكلين نعم. بالضب بهالمرحله ايه سوكلين بالضب اصرار وما بعرف مين بيعالج وبرش وعنجر وما بعرف مين بيعالج هل عنجر ولا في موقع جديد بتعرف وين يعني ممكن عنجر وزير؟ لا لا ما بعرف دكتور ناجي بتعرف شو في بتعرف وين موقع جديد انا ما بعرف وين بس بدي اقول قول بدي اقول انه هيدا الموقع كله هيدا المنطقه هي منطقة هيدروجيولوجية أنا مني هيدروجيولوجي ولكن بتسمع على أصحاب الاختصاص واللي مفروض كل الناس تتسمع أصحاب نعم. الاختصاص شو بيقولوا مش فلان وعلتين اللي بدعي صفة خبير ومش عارف شو ما أنا بسأل أنه كتار الخبرة وعنا كتير مشاكل يعني المقابل لبنان خليني أقول لك لبنان نحن بشو مش شايفين حالنا مش شايفين حالنا بأنه بلد الإشعاع والنور نعم. والعلم عندنا 40 جامعة وعندنا جامعة لبنانية عريقة وجامعة أمريكية عريقة وجامعة يسوعية نعم. عريقة وعندنا 40 جامعة وعندنا مركز للبحوث العلمية ومراكز للبحوث ها؟ نعم. مين بيستشيرهم هاو؟ لا نحن ما بنيجي نتوجه لهذه المراجع العلمية لتعطي رأيها في كيف بنتعامل مع النفايات النفايات هي اليوم وزير الزراعة عمل لجنة شو يعني؟ عمل لجنة شو اسم الله عليه اللجنة شو طلعت معنا أي سياسة ما تجاوزت السياسات السابقة هذه اللجنة أسيرة السياسات السابقة عملت تعديل طفيف فيما يتعلق بدور البلديات ولكن مجتزأ وليس كاملا وأنا حكيت على هالموضوع أكثر من مرة لو أنت كنت بدك تكون فيها كنت غيرت شيء أنا كنت ما بقبل يمشوا باستمرار للسياسات السابقة كلها نعم. كنا هذه الكارثة كان مفروض تهزنا نعم. لدرجة نروح لخيارات استراتيجية صح لنطلع من دورة الخيارات نعم. عطلوا ذهن العالم بموضوع المطامر اليوم الناس ما بتعرف إلا كلمة مطمر ترمينولوجيا ما محفظينه إلا هيدي كلمة مطمر وكلمة محرقة الناس ما بتعرف إنه لا في خيارات ثالثة اللي هي المعالجة هي الفرز هي هلا بعرب صليب مثلا المشهود هي استرداد يا أخي استرداد القيمة اليوم زينب قلت عندي تجربة هاي يا سيدي نحن بحساباتنا وبدراساتنا اللي عاملينها بكلف الطن الإدارة السليمة بيئيا للطن بتكلف بال 60 70 دولار بتسترجع منها انت حوالي 50 55% من هذه الكلفه
من المواد اللي بتعمل لها اعاده تنوير ومن التسبيق نعم. الجيد اللي بتعمله وبتقدر تسوقه. فاذا نحن وين رايحين؟ تعرف مشان هيك هن مش عم يتسمعوا علينا. طيب مشان هيك هن واقول لك الارقام اللي تفضل فيها قبل شوي هي اللي عم تحكم هذه الخيارات السياسيه في معالجه النفايات. يا سيدي هالموضوع كثير حلو وكثير عم ينحكى عنه وكثير الناس بيحاولوا انهم يتثقفوا اكثر من خلال المتابعات. صدقني بس الناس يعني بدهم الخلاص. لازم خلصونا مع الامطار، خلصونا وشيلوا الزباله قبل ما تشتت. هلا شتت الدنيا بتوقعك يعني بهذا الواقع بنروح الى مكان بنقول بعد شوي سنعلن حال طوارئ بيئي حال طوارئ بيئيه؟ شو لازم بعد؟ لازم شو ناطرين بعد؟ من زمان صرنا ثلاث اشهر زباله بالشوارع، شو ناطرين بعد؟ بدي اعطيك مثل بسيط. تفضل استاذ رياض. تقلت الزباله من امبارح لليوم تقريبا 20% بعد الشتاء. كنا اذا كنا يعني. اذا كنا عم نحكي ب 80,000 طن صرنا عم نحكي ب 100,000 طن. يعني اللي عم يشتغلوا على الوزن مستفيدين من الشتاء. هلا انت لما رح تنقل مستفيدين هل هالزياده ال 20% قبض حقها؟ وبط حقها بالنقل وبط حقها بالمعالجة. بس عم بعطيك مثل بسيط، إذا بتحط 20,000 طن ب $30 هاي $600,000 بس من امبارح لليوم. طيب. وخليك مكمل. رح نكمل باتصال مع المستشار القانوني المحامي الدكتور نزيه شليلة. ألو ألو الله معكم. ألو يعطيك ألف عافية. ألو دكتور نزيه عم تسمعني؟ الو الو عم بسمعك. بدنا نوطي صوت التلفزيون عندك لحتى انا اقدر اسمعك والضيوف يسمعوك بشكل كامل. الو اوكي. الو الو انا معك انا معك. تفضل لمين بدك توجه سؤالك؟ انا اول شيء بحييك وبحيي ضيوفك الدكتور قبايح نعم. والاستاذ الاسعد نعم. ونحن وقت كان الاستاذ اكرم شهيب وزير للبيئه عم تسمعني؟ نعم نعم عم بسمعك. فكلفني حضر مرسومين، مرسوم انشاء وزاره البيئه والشؤون البلديه والكرويه نعم، وكان في اتجاه انه ننقل البلديات من الداخليه وهيك من ضمن حل أزمة النفايات. نعم. مع الأسف المشترى اللبناني ما حب هالشيء. طيب دكتور نزيه لأنه وقتنا ضيق يعني بما يتوقع بحلقتنا شو بدك تتوجه لنا؟ طرحنا مشروع النيابة العامة البيئية. نعم. طرحنا مشروع نعم. النيابة العامة البيئية. نعم. كمان المجلس النيابي ما أقر. ما أقر. أقر بشكل جزئي تكليف محامين عامين بالمحافظات. إذا المشكلة هي بالمشترى وليس بأي مسؤول آخر. بدنا مشترى يشترى ويعمل قوانين ضمن واقع الحال، وهيك مش بس بنحل مشكلة البيئة، بنحل كل المشاكل بلبنان. وشكرا. شكرا لك دكتور نزيه شليلة، أهلا وسهلا فيك. توافقوا؟ أنا بشكره طبعا، بوافقوا بالمبدأ. عم نعم. يحكي كلام سليم جدا. العلي في السلطة السياسية اللي السلطة التشريعية أساسها. نعم. التشريع كتير مهم. نحن قديه صرنا عم نطالب بقانون لإدارة النفايات في لبنان؟ معلوم. أنا بقول لك من سنة 2002 في مسودة لقانون بيحدد الاستراتيجية اللي مفروض الدولة أوكي. تعتمدها لمعالجة النفايات. وين هو اليوم؟ في أدراج مجلس النيابي. دكتور بتوافق دكتور نزيه اللي كان عم بيقوله؟ المشترى يعني نظام نعم. السياسي، ونظام نعم. السياسي مختصر بثلاث أربع أشخاص، عالج الثلاث أربع أشخاص وتعالج كل شيء. هذا رأيك؟ اي ما بدك تستعين بصديق تغير جوابك؟ ابدا ابدا. بناخذ بريك اصدقائي وبنرجع نتابع مشاكل وحلول دائما عبر تلفزيون لبنان. بنرجع نحكي مشاكل وحلول دائما عبر تلفزيون لبنان مع ضيوفنا المهندس رياض الاسعد والدكتور ناجي قدايح المستشار والخبير البيئي كمان. اهلا وسهلا فيك. اهلا استاذ رياض. يعني موضوع النفايات اللي نحن عم نحكي عنه اليوم في ظل الكلام عن انه موضوع الاسبوع المقبل رح يبدا ميدانيا الحل على الارض، يعني بعد هذا التاريخ بنعتبر نحن فتحنا صفحه جديده باطار المعالجه كما يجب وفق الخطه اللي تبنيها واقرها مجلس الوزراء. ما بتصور معالجه بس بتصور على انتقال من حال سيء الى حال اقل سوء. مش معالجه؟ المعالجه اذا بدها تروح على الصراع مش معالجه، لا عم تشيل هالمشكل من محلها عم تحطه بحل ثاني. بس على القليل عم نشيله من الشوارع وعم نشيله من امام الابنيه والازقه وتحت الشرع وما الى، وهيدي كارثه حقيقيه. هلا بتقلي انه عم تاخذها لمحل بعيد وواقع المكب كيف؟ ما بعرف بس ما في سكان بهالمحل. استاذ دكتور كثير مهم نقول نحن من خلال كل المتابعه اللي نحن هلا عم نحكيها الناس
ما عندهم خبر بيقولوا انه خلينا نروح على المحارق وخلينا وخلينا وخلينا. قديش مهم لحتى ما ننقل من مرحله سيئه الى اقل سوء، نقول بدنا نوصل الى حل نهائي. نحن قادرين نطلع من هالسياسه الغلط لسياسي صح. ليه بدنا نعمل مراحل انتقاليه ونص حلول ونص مش عارف ايش الفلاحه؟ ما في داعي. طب قديش نحن عندنا نحن سؤالي بسيط يعني بالعالم ياخذ البلاد البلاد المتقدمه اللي عم تعمل اداره متكامله لنفاياتها. نعم. توصل نفاياتها على مراكز للمعالجه، بصير فيها فرز آلي، بصير فيه اعاده تدوير، بصير فيه تسبيخ. نعم. بصير فيه متبقيات. هولندا بتحرق لا يزيد عن 18-20% من نفاياتها. نعم. وهن اللي بيعطوها امثله انه والله شوفوا اوروبا عم تحرق. شو عم تحرق؟ بعد ما تكون عالجت، بعد ما تكون فرزت، بعد ما تكون اعاده التدوير، بعد ما تكون سبخت، بعد ما تكون عملت كل العمليات، بيطلع عندهم نفايات فيها قيمه حراريه. يا جماعه ما بيجوز نحرق شو مكان، ما بيجوز نحرق شو مكان. الحرق لشو مكان بيؤدي الى تلويث خطير للبيئه والهواء الجوي والمياه والتربه. نحرق لما يكون في مبرر للحرق، مبرر اقتصادي، مبرر بيئي، مبرر كذا. بس شو بنحرق كمان؟ نحرق باخر المطاف بعد ما نكون عملنا كل هذه العمليات. نحن قادرين بلبنان ننتقل، بدل ما ننتقل الى اصرار ومصنع. نعم. ومش عارف شو، نحن قادرين. نعم. خليني اقول صرنا ثلاث اشهر نحن ثلاث اشهر زباله بالشوارع، لا ما حدا طلع ليبني معمل ليشغل معمل. قد ايه بده وقت؟ قديش بخبرتك قد ايه بده وقت؟ ب 20 يوم معمل. اي نعم. مال بده سنه ونص؟ لا مش مزبوط. لا معمل حديث بده 6 شهور. يا سيدي بلش انت، بلش بتجهيزه خلال شهر ببلش يشتغل. نعم. وهو عم يشتغل بتصير تطور تجهيزه. انا سالته هالسؤال الدكتور، انه في عندك معامل موجوده جديده؟ في معامل موجوده. لا مش مشغله. شو بتشغلها؟ واحد رأي نبطيه يمزع العقل. جديد وكلياته. ليش مش ماشي؟ ليه مش ماشي؟ بدك تسال القوى السياسيه. يا خيي القوى السياسيه هي اللي معطلته؟ نعم معطله. انا معطله؟ لا تعطلوا. مين اللي عطل هيك شيء؟ في واقع الناس كلها بتعرفه صارت. نعم. عندنا عدد من المعامل مولهم الاتحاد الاوروبي. نعم. صاروا جاهزين، صاروا سنه ونص جاهزين، وبعضهم مختلفين على مين بده يشغلهم. لهلا ما شغلوهم. اليوم لو عندي حكومه، انا عندي حس بانه الوضع اللي طرق على البلد هو حاله طارئه، ها كانت بتاخذ قرار بيوم واحد بتشغل هالمعامل بقرار حكومي وبتدفع، بتشغل هالمعامل ومعمل الكورال بتطوره وبتجهزه وبتزيد عليه آلات وتجهيزات للفرز، مش بيقعدوا يتفرجوا شو عملوا صاروا 3 أشهر. فيك تفهمني؟ أنا عندي سؤال للحكومة اللبنانية وللجنة اللي نعم. شكلتها، إنه يا أخي أنتوا بيومين ثلاثة طلعتوا لنا خطة، ليه بعدكم لهلا ما طبقتوها؟ ليه شهر؟ في افهم انا الانتظار شهر. ليه؟ انه بقول الوزير يعني شغل صدره رحب لانه ما عم بيسمع، لانه مش مقتنعين بانه خيارهم صح. لو انه مقتنعين خيارهم صح ومشوا بالسياسه الصح، الناس بتزقف لهم بتمشي معهم وبتنزل. أوكي. على الارض تسهل لهم تنفيذ الخطه، مش بيطلعوا لنا هلا شو عملوا؟ صاروا شهر فاتحين حوار ونقاش حول الخطه. في افهم شو تغير فيها الخطه؟ ان شاء الله اذا كان اليوم بده يبلش تطبيق، شو راح يتطبق؟ مش هي ذات الخطة اللي أقرها مجلس وزراء؟ يعني بدو يروحوا على صرار، بدو يروحوا على المصنع، وبدو يفتحوا النعمة. بدو يفتحوا النعمة. هي المشكلة. هذه خطتهم، هذه خطتهم. تفتح النعمة. ليش عملوا خيارات أخرى؟ ليش قبلوا خيارات أخرى؟ سمعوا لحدا حط خيارات أخرى؟ اللي سيدي. شو خياراتي؟ إذا النعمة أو الطرقات؟ لا النعمة. إذا النعمة أو معالجات حقيقية؟ ما في شيء اسمه نعمة. أو النعمة مع إصرار والمصنع كان بالتوازي. هذه مش خيارات حقيقية. مش هاي توزيع تعجيزي يعني. توزيع جديد لجبنة النفايات. نفس الشيء. بدل ما ننقل زبالتنا على النعمة، عم نلاقي محلات أبعاد بواقع جديد. بس. وبعد 15 سنة. بس خليني أقول لك إنه من بيروت فيك تولد طاقة كهرباء تقريبا 12 ميجا كهرباء. من الجبل تولد 8، من كسوان تولد كمان شيء 10. من كل لبنان كنا نحن فينا نبرد تقريبا من 100 ل 200 ميجا كهرباء. نحن مين؟ من وين؟ دولة يعني. من وين بدك تولد الاستاذ؟ من الار بي اف. خليني اشرح انا الار بي اف. مثلا فيك تاخذ الار بي اف وتحطه بتقنيات معينه وتقدر تعمل منه طاقه. انا عم جرب اقول انه هاي زباله الى مفاهيم بتحل لك مشاكل ثانيه. انا كنت بيقول لهم لعكار، انا بروح بعمل معمل ار بي اف بسرعه
باخذ الزباله بعالج الزباله بركب معمل طاقه بجيب كهرباء لعكار بعمل حضانات زراعيه بعمل بنى انتاجيه تحتيه لاهالي عكار هيك بيستفيد هي كلها بيبدي يعملها الدولة بتعملها القطاع الخاص بالشراكة مع أشخاص موجودين بيعملوها فيك تعملها أنت والدليل على ذلك أنه جمعيات أهلية عملتها يعني لذلك أنا عم جرب أقول لما بدك تروح على عكار وتقول لهم هاي 100 مليون طلع روح قول هاي الحل تبعي أنا هاي نظرتي لكيفية تنمية عكار لجتكم الكفيل اللي كنتوا حاطينها وقت المناقصات؟ لا ما بعرف شو في بالمناقصات أنا قالوا لي لغوها ما لغوها بعدها ما بعرف هلا بس قلت لي 100 مليون في يأتي كنت بدي اسألك إيه 100 مليون الدولار نحن كفالتنا أوطى بكثير بس إذا برجعون لإيهم كون ممنون يعني خلص شلتوا الموضوع من بالك ما رح ترجع تتقدم عن جديد؟ لا أنا بقى أنا كان حاضر. موضوع إنه تقدم أو ما تقدم هو لحتى أولا تعرف النظام السياسي وفتح الحقائق والثاني لحتى أقول إنه في بدائل أخرى إذا صار في بدائل أخرى أنا مثلي مثل غيري يعني أنا بالنهاية شخص صار لي 40 سنة عم بشتغل بهالبلد ورح أشتغل بعد 40 سنة إن شاء الله ما بيأس بس هذا نظام سياسي وهي طبقة سياسية ما بدها حلول حقيقة نحو الأفضل بدها دائما حلول نحو جيوبها هلا عن شغلك بدي أسألك يعني خارج برنامجنا عن طريق حمدون طولي لا تخلص لا الشق الأول لمفرق شناي ب 15/11 بكون خالص أوكي. بس عندي كان مشكلة صار 3 اشهر محطة الكهرباء محطة الترين واقفة وقفنا شغل لأنه كان في عندنا مشكلة الحمام تبع المحطة هلا مشي الحال؟ يعني إذا بدي أقول لك عم تضحك إيه حمام المحطة كان لازم يكون جوا حطوه برا مشي الحال وقفنا 3 اشهر لمعلوماتي امبارح عطونا الورقة إنه بلش هلا بتبلش إمتى؟ ما بتبلش بالشتاء بتفوت ببرمي بس مبدئيا التونيل 15/11 افتتاح 15/11 افتتاح معزوم معزوم هلا اذا بدك الدكتور ناجي نرجع لموضوع النفايات لانه انت اشغالك كثيره كان لازم بدها حلقه غير دكتور اشغالي بالسياسي كان بدها حلقه انا هاي اول مره بيستقبلوني بتلفزيون لبنان مده طويله مع التغيير السياسي لهالبلد ان شاء الله بصير يستقبلوني غير التلفزيونات اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك وحقول مشاكل كثيره وحلول كثيره اهلا وسهلا فيك اللي دكتور اللي عم نحكيه هو كثير مهم ولكن باطار الار دي اف اللي اشار له الاستاذ رياض الاسعد شو يعني انا رح اشرح شو الار دي اف بالضبط لانه تفضل فيها الاستاذ اسعد وهي هذه شغله ضروري يكون شرح لانه رح ضروري يكون شرح للناس بس قبل بدي اقول انا طالما عم نسجل هاي الحلقه عم تتسجل نحن على الهواء مباشره رح تتسجل وتبقى بالارشيف اي بكره بتشوفها على اليوتيوب بدي اقول لاهالي لبنان كله انه وين هلا عم يصير في اختيار لمواقع مطامر بعد 10-15 سنة كيف اليوم أهل المنطقة نعمة عم يصرخوا أنتوا رح تصرخوا وسجلوها هاي إذا بقيت طيب بتحطوها وإذا كنت تسهلت ها بتقولوا فلان قال هيك طول بعمرك بعد 18 سنة من النعمة صاروا 3 سنين أهل المنطقة بيصرخوا أوكي. طيب صريخهم هذا يعني اعتباطي ولا أنه في خلفية سياسية وراء ولا الناس مزعوجة تنربح الوقت وجودك معنا نربح الوقت الار دي اف اشار لانه الار دي اف بالتعريف العلمي للار دي اف هو منتج يعني برودكت بيتم انتاجه بعملية صناعية المادة الاولية لهذه العملية الصناعية هي بعض مكونات النفايات مش كل النفايات بالمانيا حاطين مواصفات ستاندرد شو هي المواد اللي بيسوى تفوت على مصنع تصنيع الار دي اف يعني ما بيسوى يكون فيها هالوجنز ما بيسوى فيها كلور ما بيسوى فيها مواد سامه فاذا بيصير في اختيار لمكونات من النفايات غنيه بالطاقه ولا تحتوي على مواد كيميائيه تولد مركبات سامه وبتدخل لتتصنع والبرودكت اللي بيطلع هو ار دي اف يعني هو عباره عن وقود غني بالطاقة ونظيف بيئيا هذا التعريف إن شاء الله خير أستاذ رياض بالختام شو بدك تقول للأصدقاء اللي كانوا متابعينا بهذه الأطلالة إنه أنت قديش مرتاح قديش متفائل أبدا ماني مرتاح وخايف كمان البلديات وخايف بكرة يعطوا البلديات 1,300,000,000 البلديات لا طاقة لهم ولا قدرة على أنه يتحملوهم ولا خبرة عندهم بنية اقتصادية تقنية وفي انتخابات بلدية ورح نجيد إنتاج نفس الطبقة البلدية لتعيد إنتاج نفس الطبقة النيابية لتعيد إنتاج نفس النظام السياسي
مأكد عن طالب التغيير، بس أنا لما بدي شارك البلديات بدي أحط إطار حقيقي، بدي أعمل حقيقة بنية تقنية تقدر تيجي تقول لها البلدية هذا الحل الأفضل هذا الأفضل، بعدين بدي مراقبة حقيقية على وين البلديات رح تروح. ما تنسى أن البلديات مش إنماء، هي ولاء بلبنان، أنت لمين تنتمي أنت بتجي. أما أنه 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 موضوع إنماء البلد ما يكون غلطانين، وخصوصا بالبلديات اللي هي واقعة تحت تأثير أحزاب سياسية مهمة. فأنا بنظري البلديات كمان عليها علامة استفهام، أنا بنظري التمر عليها علامة استفهام كبيرة، أنا بنظري أهم من هيك كيف بحطوا المواطن اللبناني بين خيارات، يا هيك يا هيك، الشتاء الشتاء الشتاء، فضلوا على صرار، قالوا لنا صرار بده 3 شهور، فجأة صرار صار خالص الجمعتين، قالوا لنا أنه مش الحال، ما في إلنا إلا ترحيل أو طمر، صرنا بالطمر، بكرة حيقولوا لك الطمر بلا معالجة وما إلى هيك. مش هيك منك متفائلة؟ ماني متفائل لأنه بوجود هيك ناس ما بيتفائلوا. علماً أنا هون بختلف مع الدكتور، أنا نظري الحراك والمشاركة تبع الحراك مع الوزير الشهيد كانت منيحة، لأنه صار في حكي وجدل حقيقي تقني أوقات وإداري أوقات صار. وأنا شاركت فيه بس شو النتيجة؟ شو النتيجة؟ أعطيني النتيجة اللي بيطبق اليوم. إذا بكرة بلش يطبقوا الخطة شو راح يطبق؟ النتيجة راح يطبقوا ليش اللي اتفقوا عليها معنا؟ النتيجة ولا راح يطبقوا يروحوا يفتحوا النعمة يفتحوا سراز يفتحوا المصنع؟ النتيجة إذا بيقدروا يطبقوا الخطة، أما لا بدنا ننطق، لانه انت بتعرف وانا بعرف انه النتيجه مش هينه التطبيق. عم بحكي انا عارف افتراض بالافتراض، ما هي صايره اول ملغم برج حمود ثاني لغم نعمه معقول اصرار رح يصير بقاع الغربي او الشرقي او الشمالي ما رح يصير. فاذا الخطه ولدت نوعا ما ملحظه بدنا نساعدها، بس اهم شيء لازم نشيل الزباله عن الطرق. انا بشكر نحن اكثر ناس ساعدنا الخطه، هذه الاطلاليه نحن اكثر ناس ساعدنا الخطه وانتقدناها بعلميه وقدمنا اقتراحات لتطويرها. اذا هذه الاقتراحات ووافق عليها جزء كبير منها الاستاذ اكرم، اذا هذه التعديلات تصدر بقرار مجلس وزراء نحن بشكرك بنصدق، لانه الثقه مفقوده. اهلا وسهلا فيكم اصدقائي، انا بدي اشكركم، بشكر متابعتكم، بشكر ضيوفنا للمعلومات اللي اعطونا اياها. بكره بنلتقي معكم بحلقه جديده، الى اللقاء.